ونقطة إيجابية بأن لي نحن راح تساعدنا وراح تسمى قلت لك راح يكون دافع معنوي ويستاهلوا كل خير وراح نكونوا إن شاء الله في المستوى باش نفرحوهم كما العادة. ياس اليوم راك مستعد باش نقولوا تكون بريزون في التيرا إلى المدرب يستنجد بك؟ ماشي غير أنا مستعد، هنا لي جوار كامل راهم هنا، أي واحد فينا تما راح تما تحطوا في لي 11 راح يمد البوسيبل تاعو باش يفرح بيبليك تاعو ويشرف روحه في التيرا وهذه هي.